لديك حلم، لديك طموح، تريد أن تحقق هذا الحلم، ولكن لا تجد من يشد من أجلك. اهزم الخوف اللي فيك. الله يرحم القرآن. كثير من الشغوفين اليوم يبحثون عن أسباب لتحقيق أحلامهم، وربما تكون هذه الأسباب بين أيديهم. لو فكروا، لو بحثوا، لو دققوا، لوجدوا هذه الأشياء التي تعينهم على تحقيق أحلامهم، سواء في العلوم أو الفنون أو التنمية أو في أي مجال ديني أو دنيوي. ابحث حولك دائما، نحن نقول ابحث حولك قبل أن تبحث في ميدان خارجي. جامعة باشن العالمية المفتوحة بأمريكا وفرت الحمد لله الآن مظلة آمنة لكل الشغوفين في العلوم في الفنون أو التنمية حتى يحققوا أحلامهم. وعيشوا تبخيالك وحش رسم تبقيدي، وحش رسم تبقيدي. والحقيقة إن أنت قادر تبقى نفسك لو محوش يكون قصادك، برضو قادر لو لوحدك تقطف الحلم في إيديك. والحقيقة إن أنت قادر تبقى نفسك لو محوش يكون قصادك، برضو قادر لو لوحدك تقطف الحلم.